بجد وتفان يتواصل العمل الدؤوب بهدف الحفاظ على عادة توارثتها العائلة. محارب رمزي مواطن قبطي يقيم بمدينة الغردقة، يحرص سنوياً على تنظيم مائدة إفطار مجانية لإخوته من الصائمين في شهر رمضان. محارب رمزي ورفاقه ممن يشاركونه العمل يحرصون على تجهيز مئات الوجبات داخل مائدتهم الممتدة بشارع النصر بوسط مدينة الغردقة. الموضوع احنا جديد علينا، انه عبر عن جد معانا يعني، فاخدينه براسه في العيلة، واخويا رماني الكبير بيعمل فلوس ولا معودنا عليه برضو. احنا طلعنا لقينا الموضوع ده كل سنة بيتعمل، فاحنا بنمارس عيال يعني. انا عاوز اوصل رسالة للعالم كله، مش المصريين، مفيش حاجة اسمها مسلم ومسيحي، في كلنا احنا مصريين وكلنا واحد ونسيج واحد ووطن واحد، والمحبة لا تسقط ابدا حضرتك خالص. الأطعمة التي يقوم بإعدادها تهات متخصصون، يتم التنسيق مع جمعية الهلال الأحمر لتوزيع جزء منها أيضا على الأسر من خلال سيارات مجهزة لنقل الطعام طوال شهر رمضان المبارك. رمزي يحرص على أن تضم الوجبات الجاهزة يوميا قائمة من اللحوم والدواجن والخضار والحلويات والعصائر، ويشرف على تجهيزها بنفسه قبل ساعات من موعد الإفطار مع مراعاة للإجراءات الاحترازية.